صراحة بقى فينا بزاف، وأب روحي وأب نقابي وأب اللي كان دخل الناس اللي نكروه حاليا، كاين اللي ما جاش شافو، كاين اللي ما سوش عليه فاش كان حي. ونسبة لينا هذا المود ديال عوتين ماشي نقولوا فاجعة، ولكن فاجعة نسبة للناس الفنانين ما كيعترفوش بالفن. احنا دابا عاد في خبرنا بان راه مع الثلاثه مات، والله على المواقع الاول السبعه الصباح الله يرحمه مسكين كان توفى. دابا جينا لقينا داو، ما بقينا عرفنا كاع هادشي راه حشومه شي يديروا في الفنان. يعني الفنان اي حاجه كانت الاعتراف يعلموا يعلموا قبل. كاين الفنان اللي باقي لحد الان كيعيطوا، كاين اللي باقي الصراحه تشطلنا بزاف ما عرفناش كاين اللي خدام ما في خبر ما يتعاود بان عرفناه الحمد لله صحته يعني عيانه وكلشي، ولكن الله يرحمه هذا الشيء ما نقول الله يرحمه ويسهل عليه. حيت راه انا كنحمل الناس ديال المسؤولين، لا اللي في النقابات ولا اللي في كل شيء، هما اللي كنحملوا لهم المسؤوليه. ولا اله الا الله، حيت راه حرام عليهم هذا الشيء اللي كيديروا، والله الا حرام. راه اب روحي، راه اللي بغى يعرف احمد الصهري يعرفه في التاريخ، راه هو اللي دخل فنانه، هو اللي دخل وكان مع المرحوم يعني الطيب صديقي، وراه زعما راه كان كبر الناس ودخل شباب ودخل. دابا والله ما عقلوا عليه، ما كاينش اللي كيجي يشوفه، ما كاينش اللي كيجي يطلع عليه، راه لا حول ولا قوه الا بالله. وانا كنقول الله يرحمه والله يرحمه والله يوسع عليه السعاده القبر، هذا الشيء ما نقوله.